سلوي اللي هي الحلول، يعني الحلول ذكر واحد الاقتصاد في السيرك، يعني واش كاين شي افكار اكثر على كان الاقتصاد في السيرك، وذكر سميتها القضيه ديال هندسه المياه، يعني كاين هندسه المياه بين افكار اكثر على الموضوع. اما الحمد لله ما تقربوا تقدموا الاساسيه، هذا سؤال واحد. والسؤال الثاني كيبقى ديالي، باغي نعرف ان ربما انت صدقت قبيلة تهدرت، عندي واحد السؤال بالنسبه لك وانت تهدرت، هو ملي كنقربوا حول الجزائر طنجه كنسمعوا ان المنطقه كانت معروفه بالليت من بالك الجاي، واش هذاك عنده علاقه بالتغير المناخي؟ شكرا. شكرا.